صباح الخير البنات، كي دايرين؟ شوفوا انا كيفاش دايره، ما حد ما تكتبت كي دايرين حبيباتي؟ بخير، لاباس عليكم؟ شكون دايره وليدي؟ دايرين لاباس عليكم؟ كلشي بخير، امور هانيه صحيحه لاباس ان شاء الله، كاع تكونوا بخير وعلى خير، اموركم كلها مديره ان شاء الله. ايوا واش غنقول لكم؟ اليوم فقت، كنت ناعسه، عيط لي بابا قال لي جي عندي، بغا نقضي واحد الغرض. ايوا صافي قلت لكم من بعد. ايوا انا غدا عنده ان شاء الله، ومخليش مريم وامها وداك الشيء في الدار. صراحه هاد الخرجه والله الا كنت ناعسه، عشي ما دابا الوحده فقت حتى الوحده، دابا جوج وقيله، وحده ونص، وحده ونص، فقت حتى الوحده لانني عشي عيش بزاف مع كان تمارا البارح وكانوا الناس. فدابا محركين ان شاء الله عند بابا باش غدا نمشي ناخذ الاثاث اللي عقلت. وقلت لكم الديور اللي خديتهم كيعطوك الاثاث كادو لي بابا جي دابا قبل ما عرفتش انا يتقلبوا. كنت قلت لكم انه الكادو غادي نعطيه لخويا، دايره مع خويا عيسى باش نعطيه ليه. ساعه غنشوف شنو طلع ليا، حيت دابا هو شرا فراش وهذا، غنشوف شنو غيطلع ليا في داك الشيء باش نشوف شكون اللي في دارنا محتاج داك الشيء باش نعطيه ليه. المهم غنديروا التقسيمه التفريق صافي، حيت واعدت خويا. ولكن دابا كما قلت لكم دار الصالون بالكلاص، دار في داك الفوتو اللي كنت خديتو ليه. المهم انا غنشوف عيني ميزاني، خليكم معايا حبيباتي ما تمشيو فين. عرفتوا اش غنقول لكم؟ والله الا هاد الايام تفوجت الحمد لله والشكر لله. زوينه تكون عندك دار، والله البنات كنشجع كل وحده تكون عندها دارها، كتبغي ديري شي حاجه هكا، كتبغي ديري بحال هكا مجمع العائله، كتبغي ديري بزاف د الحوايج، كتلقاي داك الفرصه انك ديري هذا الشيء، انا شي حاجه اللي زوينه. ف كنصح كل متغربه والله الا كنحمد الله على الدار اللي درتها. علاش؟ لانه قلت لكم انا الافكار، الفكره ديال الدار نكون دايرها في المغرب وهذا ما كانتش عندي كاع، لانه صافي ما كانتش عندي هذه الفكره نهائيا كليا. ولكن ربي كيدير داكشي بالمكتب، يعني قلت صافي خاصني تكون عندي داري وهذا، تخلي الوالده ديالك عايش بخير مرتاح، خوتك معك كذلك. لانه انا في صعيبه انك ما تكونش عندك دارك وداركم غيخليوك مثلا تمشي تكري وهذا، كتبقاي تقولي لهم انا نمشي نكري في كل حشومه هذه. بالاخص بابا كيقول لي لا ما يمكنش تكري وهذا، عرفتي واحد العام كريت داك العام الاخراني اللي قبل من اللي غنجي قبل من الدار، قال لي لا ما يمكنش غتكري، ما يمكنش غتكري. قلت لي بابا من الاحسن غنكري صافي باش حتى انا نلقى راحتي ونخلي لك انت راحتك. ولكن صراحه كنصح كل وحده شريو ديوركم البنات، راها شي حاجه اللي زوينه. وإلا ما عندكش مثلا جمعي فلوس، جمعي كيقول لك نقطع على نقطه كيحمي الوالد، اي جمعوا بشويه عليكم ان شاء الله تيسر الامور. ياك فارين فارين ما شبعت ناس ياك عيتي الزين ديالي فارين سويت ما نسقليش بزاف هي لا شي دار تحريحه قالت لك نمشي معاك والو نمشي معاك، قلت لها زيدي حيت عرفتها لقات كي عاد الايام ما شفتش كنتلات عليها بزاف، ما يلاه كنجيب داك التقد ديال اللي خاصه داكشي اللي خاص كدير لي حيحه. وصلنا هنا البيرو باري، علاش كديري؟ وصلنا البيرو كنتسناو في نوبتنا باش يقولوا لنا شنو غنديروا. المهم حبيباتي هذا اش تيقولوا ليه؟ يلا مشيت انا وبابا باش نشوفوا داكشي ديال الفراش، قال لك لالا بصراحه ماشي شي حاجه كنصحاب شي حاجه، وداك الفراش يا لالا واللي فيه الفوتيات شي حاجه تتبان راقيه، فيهم شي حاجه اللي زعما ماشي شي حاجه اللي صراحه كنصحاب على شي اتات وشي حاجه اللي واو وهذا، صحيح داكشي عادي اكثر من عادي. ماما كيعطيوك مضربه ديال دوليدور اوريجينال، يعني ماركه ديال دوليدور. وبالنسبه ل نعم انت شوف على التحرميه شوف ايوا قلت لكم ايوا قلت لكم البنات بالنسبه للعود داكشي ديال اللي كتحط عليه المضربه داكشي شي حاجه عاديه ماشي شي حاجه، يعني ثلاثه جوج مضربات ومضربه كبيره ومعاهم العود ديالهم تحتاني والصالون كنت نسمع الال تنسحب شي ال ديري لي غاجه وجوج بونجات، يعني بحال تقول صالون عادي جوج بونجات
بلحتي فرج الدار يكون كسرت الزنبه وكل حماقيت ونتصدم بذاك الواقع. كبيدات رجعت للدار باي باي. كبيداتي رجعت للدار عشي حدايا العيالات اللي كيبيعوا تما البغرير وداك الشيء شبيت البغرير نقول لهم ناري عشي المراه اللي معايا الله يعمر هذا عشي عنده واحد اتاي واعر اشرب باش ما شهيتكم فيه وخديت خبز خبز الدار ها انتم رويدات ثلاثه الرويدات يلا نمشيو فارين يلا يلا ماما بريد يلا يلا شيخشي يقول لك كل اللي بداية النهاية دابا باش تخليو عليا بلاصتكم والله العظيم صافي سديتي الريزه ديال البيت ياك صافي الله يحفظك شوفوا بنادم شوفوا خايديا ناصب عليها في باليزه شوف اي 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 صافي واو عشي صافي انا حاديه هادي غندخلها للدار باش نخلي لكم بلاصه للدار هادي وهنا حبيباتي وصل وقت الرجوع مريم ودارهم وداكشي ولفتهم صراحه تونسنا مع فتياتنا ضحكنا لعبنا والله العظيم الا دوزنا وقت زوين صافي دابا غيرجعوا ومن هنيش غيمشيو باش غيوجدوا الحاجه اخرى ان شاء الله اللي غتشوفوها في الفيديو الجاي ايوا هذا هو اللي كاين حبيباتي. وبالنسبه للاتات اللي خرج ليا في الدار كما قلت لكم ال صالون عادي فيه مضربات جوج والتحت ديالو باش كيوقف عليه داك المضربه جوج ناموسيات سينجل وحده 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 كبيره ناموسيات دوبل دوبل غنعطيها لخويا عيسى يبدل بها الناموسيه ديالو سينجل وحده وحده غنعطيها لمامه مريم على ود هذا باغا تبدل واحد البلاصه غدير فيها جوج سينجل غنعطيها لها وداك ال غنعطيه لبابا يشوف يدير ليه كوان ديالو باش ما داكشي ما يضيعش ايوا هذا هو اللي كاين حبيباتي. اما صراحه ماشي شي اتات زعما داك الموديل اللي انت غتختاري فيه لا كولور وفيه داك سميتو عادي يعني شي حاجه اللي نورمال غير المضربات اللي هما دولي دول يعني حاجه اللي ماركه مزيانه وصافي. ايوا هذا هو اللي كاين حبيباتي. دابا غنوصلهم للدار باش غنتحرك والله الا سبحان الله العظيم الا الوقت كيطير كنحس براسي بحال كنحلم يلا كنت تنخطط نفكر لهادي ولهادي ولهادي حتى سبحان الله العظيم داز الوقت فيت في ويوادي الدنيا كلشي كيدوز في رمشتي عيني اللي مختي قبل ما نخرج نكونترولي الكوزينه كونترولي شغالي واش مسلوق ديال صافي البوطه البوطه هي اللي عليها كلشي البوطه ديال الغاز ما كنتشقش فيها صافي يلا نمشيو نطفيو الضو واي صافي هنا غنمشي نوصلهم للدار باش من فرجعه غنمشي عند بابا لانه ضروري انا خصني بوينتي عند بابا ما يمكنش زعما نطول مده طويله وما نمشيش عنده. حبيباتي سالينا ايوا راجع عند بابا الدار الحمد لله سالينا كلشي تمام بصح الصراحه خلاو بلاصتهم صافي مريم وداك المراه مسكينه مت مريم صراحه خلاو بلاصتهم بزاف لانه صراحه فوشت معاهم من كذا المهم حبيبتي دابا راجعه عند بابا قال لي جيت تشاي معانا ولكن الحمد لله دازت الامور كلها مزيانه داكشي اللي خططنا ليه الحمد لله طلع احسن من داكشي اللي خططنا ليه الحمد لله كلشي داز هو هذاك وكنشكر بزاف مريم وامها وداك المراه هي مسكينه اللي صراحه عاملوني بحال بنتهم صراحه وكثر والله اللي تهلاو فيا وكلشي راك تيكون انا مرضيه انا مرضيه مختفي مرضيه مهديه سيدي ربي شوفوا بعض المرات والله الا كيعاود قلت لها مات مريم قلت لها شوف سبحان الله العظيم ربي واخا بحال بعض المرات يقول لك الواحد وانا كي غندير مثلا امي مشات وهادي ربي تيجيب لك ناس في طريقك كيعاملوك بحال يعني بحال بنتهم ولا بحال ولدهم الحمد لله والشكر لله يعني كلشي داز بارفي والفضل كيرجع الله سبحانه وتعالى والناس اللي هما دايرين بيا اللي كيبغيوني هذا هو اللي كاين البنات. المهم حنا دابا في الطريق حنا لعند بابا شادين الطريق ان شاء الله شكون قريب قريب شبادي انا تاكل هنا يو ار بيج بوي يا
هنا البنات تعشينا وسالينا باش نوجد راسي نمشي نعس باش يصبح الصباح وتشوفوا فين غندوزو. ميلك وي شوكليت. شكرا. بس بقى شيء ممكن تكونش مستوس ولا لا؟ هادو كلهم مستوسين ولا فيهم سكر؟ لا كلشي مستوس. ها هو غير السكر. حبيباتي يلا خرجنا وبابا دابا. سلام ارين. اها بصحتك ارين، قالك نعسنا مزيان وكلينا بريكفاست زوين. المهم حبيباتي يلا خرجنا من عند بابا من دارو اليوم ان شاء الله. شفنا شحال من غراض سلسله وقت الدوران انتهى. اليوم غنمشي ناخذ غنمشي نشوف على الله نلقى طبيبه خاويه غندوز لارين والفارين بجوج. تقولي لي مالهم ارين عنده واحد الحلاق عنده الحلاقم ديالو منفوخين وراه ما بغاش لي دابا غنتقطع معاك فيلا بدا كيبكي تخلع. وفارين بغيت غندير لا كونترول وصافي، يعني ما عندها حتى شي حاجه. المهم هي غندوز لها باش نعرف مالها، يعني واش عندها كلشي هو هذاك صحتها مزيانه. انا ها انا وانت ها اشو دك ماما ماوس. اه صافي ديرك ايوا البنات قلت لكم جيت بتش عند بابا قال لي بابا والو تجي والو تجي. مسكين كنغبر عليه غير شويه كي بحال كيتقلق عليا كيبغي لي نبقى معاه وداكشي مع بابا مسكين حنين ومولفنا مولفني ومولف الدراري وداكشي. ايوا جي اويلي ما كاينش اليوم السيده الدماره واش بغات تجبد صوكي جيت صوكي بلاصتي. مشيت للطبيبه ديال الدراري الصغار ايوا جي زعما موجدين في الخطاط كيما انا طيبه انا نضرب ليه فيها شي حاجه نازل كبيداش ديالي تغدينا الحمد لله حوت كواري كنا مشهينا قصيناه. دابا ديت معايا فارين ارين خليته مع بابا كيتفرج في التليفون. البنات كيقولوا لي اسي لاحظنا ارين ما كنشوفوش كيهز التليفون. تبارك الله عليك البنات عرفتي درت واحد القرار قلت لي فاش غتمشي للمغرب ممنوع التليفون. دابا غير ملي كيجي عند بابا كيحل فيه كيعطيه التليفون. اما انايا صراحه بغيت الدري يبقى بعقلو انه داكشي ديال الالكترونيك وهذا بزاف راه دمار العقل. بالي كنا شرينا انا وباختيار الارين نينتندو في عيد ميلادو هذاك والله ما كيخدمها. نقدر نقول لكم جوج المرات اللي استعملها ما تنكثرش ليه داكشي بزاف لانه واعر للدماغ. الانسان خصو يبقى طبيعي الدري له عاد بحال حنا فاش كنا صغارين كنلعبوا بداكشي وكيمشي بزاف اختي بروغرام عرفتي. بابا كان شاري لنا بيسي فاش كنا صغارين يدير لنا الوقت لومبلو دي طوم واحد ما يفوت الساعه كيفوت ساعه كيبدا يغوت بابا هذا هو البروغرام. دابا داكشي داكشي اللي دايره لي انا دابا قلت لي نقاد ليه بروغرام وان شاء الله فاش غيرجع ارين غندخلو شي اكتيفيتي ديرها لانه ضروري. المهم الدراري شديت لهم رونديفو لانه ما تداركتش مع الطبيبه الوقت مع وصلت عندها مع لقيتها يلا خرجات. ايوا صافي درت معها غدي ان شاء الله غنرجع الدراري باش ندوز ليهم. ولكن صراحه طبيبه زوينه زعما ما نقدرش نغيرها كاينين اطباء اخرين بلايص اخرين وكاينه ديالي اللي مولفه كندوز لها من النهار اللي تزاد ارين وانا كنجيبو عندها. حبيبتي يلاه درت نتواياج مسكينه اجي ما كونترول لا سيسنا مسكينه غير نخلي لكم الرقم ديال الله يتفلنا الطبيبه مسكينه ما بغاتش تسرع يعني الحمد لله ما حيدتش شي حاجه كلشي عاجه شويه هي كاري هي فارين صافي دابا غنمشيو ان شاء الله عند خالتي تعطلت شويه. الحمد لله ساليت مع الدونتيست البنات عرفتي هاد الطواله هادي كانت قصاريه البنات اللي هما
كان كانوا يجيو لحي المحمدي ولا هما بلاد حي المحمدي، كانت كلها قصريه. كنعقل كنضربوا من داك الطواله ديال المحلات فين كاينين القصريه، المحلات الحوانت فين كاينين الطاكسيات وهذا، حتى لتحت كنضربوا حتى عند خالتي. شوفوا الطواله كامله كنمشيوها على رجلينا انا وماما، كنبقاو غادي نتقداو. مسكينه ماما ديما كل سبت كنعطو عند خالتي. هذيك خالتي اللي شفتوها معايا في الفيديو، هي اللي غادا عندها دابا نيت باش نمشيو عند خالتي الثانيه اللي مسكينه مريضه. كنهبطو الطواله كامله على رجلينا حتى الاخر، ولكن راه كتبان لك دابا قليله، ولكن مع القصريه كتبان لك بعيده. بقاو غادي نتقداو ونشرو. مسكينه تشري حتى توصل. مسكينه الله يرحمها، دوزت معاها ذكريات الوليده الله يرحمها. يا سلام، خاصني نقلب على شي حد تيبيع البوكيه فلور بغيت نشري ورد كيزيد يفتح النفس احسن من تجيب نفسي فواكه كيطلعوا في الراس. غادي ندوز عند مول الباشيسري معايا، لانه مسكينه خالتي ما جاتش، نمشي لها نلحقها، نشري لها حلوه كلاصي. ماما هاد الحلوه كلاصي شحال قلتي لي غير مره كيلو؟ صافي درتي ليه؟ ها انتم حبيباتي، يلاه خرجت من باتيسري الحمد لله. راه درا غندير عنده خيمه داري، بدات في الكيكه ديالها ماقدر اصبر. خديت هنايا هادي، انا تشهيت على راسي، خديت وحده ليا وحده الفارين. فارينا بلاتي غيشنق علينا، جاب لهم لقيت راسي خايده لي وحده اكسترا. ها انتم البنات خديت لي هنايا هادي ديالتي صافي، وهنايا هادي حلوه كلاصي اللي شفتوها هزاتها بحال اللي خديتها تماما ديالي. انا خديت ربعه، خديتهم من خالتي بحال هادي اللي عندي انايا، وهادوك ديالي لهيه التقدي ديالي ديال بريطانيا. واخا عندي الحلوه في الدار ولكن غنزيدها. ها كوزينه ديال خالتي بحال ديال باربي. انايا البنات جيت عند خالتي يا لالا، جبت لها غير الباروك. صافي غنمشي لنا. ولي علاش نقبتي ليه منها؟ نسيتي علاش نقبتي لي راجلها؟ شنو تقبات لي من ديالي؟ انا بديت في ديالتي جاتني السخفه مابقيتش قادره. وقلت لايمان عطاها لولدك، قلت لها خليها لولدك والله غير خليها. قالت لي في الصباح قلت لها خليها لولدك. لا شكرا. بعدا جبت لي عيوات من عندها الكومنتيرات ديالك. هذاك هو الغرم اللي كيجي عليها. ها هي حتى الكريشي ديالك تهرفي عليا. لا هو ما تعطاها، عرفتي هو واعر على الحلاوه. وناخذ اسمي والله حتى شحال شكروك. سمعتيني شكروك تاعي. ها صافي انا كنت كنتعيش بحلاوه بزاف. شكروك بزاف بزاف. هو جيت عند خالتي دابا باش غندوز عند كنمشيو انا وياها عند خالتي الاخرى. شي بلاصه كيبيعوا فيها الورد، نديو معنا الورد والحلوه. ديما الفواكه كيطلع داك الشيء. كاين ولكن ما بقاش راهي الفوق. فوق ندوزو عليه ولا؟ في عيد السبع ما كاينش. والله نمشي إذا كان عارف واحد بقاش راهي صافي. حد البلاول باش أخطر شيء هي الدرصة. الدرصة ويلي ويلي أنا راه ناضو عليا ثلاثة تخيلي يموت الشبعيني والله. ايوا الحمد لله بعدا فكيناهم علينا. اللهم قالوا لي البنات في الكومنتات اللهم ناضوا عليك في المغرب ولا ناضوا عليك لهيه. اش غديري لهيه؟ تهضر بي راسك مع الحال. زبط المزهر هذيك. اه مشينا قلت لك برانيه ما شاء الله. الله يكبر بك. الله يكبر بك. الله يحفظك. حيت مسكينه ما حضرتش معانا، بغينا نديروا لها لوجيست وصافي. يعطيك الصحه. خالتي جاي. نتحركوا عند خالتي الاخرى. يلا عيطات لي عبد. بغيت تحط الحلوه، ولي تحط الحلوه وحده باريه غتولي عجينه. نسيتي قص على معقلها. باقي القلم مرفوع. السلام عليكم. وعليكم السلام. زين حبيبي؟ لاباس عليكم؟ صحة ما على خير كده تما شي زهودات وصاح. اليوم شي اليوم على صحتك كي داير؟ موت يا بنيتي موت كحله شويه وعاوتاني ورجع الصحة. وياه مشينا خاطر مزارع مرة طويلة مصيفطة ميساج دابا بنتي. تبارك الله السلام. ايوا الحمد لله الحمد لله. مشينا يلا بنيتي يلا نشوفو خالتك مسكينه. يلا الله يشافيها. دعيو معاها البنات حتى هي مسكينه كدير دياليز بحال ماما. الله يشافيها ويشافي جميع المسلمين. اي والله يخطف معنا زاد امين ماشي محمد امين. الله يحفظك يا بنتي يشترك ويلي دواجي. الله يكبر بك. والله الله يحفظك. سهلت عليا بغيت نمشي عندها شي يوم. عرفت صورة تمارة ديال الطريق. بلا ما نمشي اسيا وانت خشين ونعطيها صحيحة غاتديني. ياك بعدا. لا ما نعذب راسي. ديما كنمشي انا وياها. راه واخا ما كانتش كتبان كتمشي معايا. كل عام كنمشي انا وياها. الله يسهل عليك يا بنتي. امين امين الله يحفظك. الله يحفظك وليداتك. الله يحفظك. ويسر امرك. امين امين امين.
وهي قالت لي انت تنقول لك جلسي ما تبغيش جلسي صدقت انا بحالك دابا جيت تشربي انت زيد افاري تبارك الله عليكم الله يبارك فيك الله عليكم حبيبي ما شاء الله عليكم الله يحفظك بنتي الله يلاه تهلاي لي فراسك بعدا الحمد لله قضينا الغرض ديالنا يا خصي مشي نزرنا خالتي ياك حتى هي كدير معنا كاع تماما الحمد لله مشينا عند خالتي اش كانت لي في خاطري والله زعما كون رجعتو من الشاش يبقى فيا الحال الحمد لله فيا انا خالتي يلاه باي باي تهلاي لي الله يحفظك بنتي الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك باي باي كبيده ديالي